طلبة وطالبات الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعلم اللغة الألمانية. معكم صحاب بدري. إن شاء الله النهاردة ناخد نص اقتصادي خاص بالاقتصاد وبعض المصطلحات اللي هي الاقتصادية اللي تقدر تفيدنا في فهم الاقتصاد باللغة الألمانية. هنا بيقول زيشر جلد ألاجن، زيشر يعني بطريقة آمنة، وجلد ألاجن اللي هو استثمار الفلوس، يعني استثمار الفلوس بطريقة آمنة. بيقول هنا وهن دين جلد، هتروح فين بالفلوس بتاعتك؟ دي منشن زين فيا اون زيشر، الناس يعني غير مستقرين. ان ار ميديان بيست اون هيرت مانث بس دي staatliche Rente nicht ausreichen werde, um im Alter den gewohnten Lebensstandard halten zu können. دول في كل وسائل الإعلام الناس بتقرأ وبتسمع. إن staatliche Rente اللي هو المعاش بتاع البلد اللي الواحد عايش فيها. nicht ausreichen werden ما هيش كافية. عشان الواحد im Alter بكبر أو بيكبر أو لما يكبر في السن معناها بكام. halten zu können يقدر إن هو يحافظ على gewohnten حاجة معتادة أو الواحد متعود يعملها. Lebensstandard اللي هي المعيشة أو مستوى المعيشة، عشان الواحد في كبر في السن يقدر يحافظ على مستوى المعيشة اللي هو كان عايش فيه. Politiker warnen vor بيحذروا من Alters Armut، بيحذروا السياسيين من اللي هي بنقول عليها الشيخوخة، تمام؟ Und raten zur Gerwartung für Sorge إن الواحد يكون عنده حاجة تكون يعني إيه توفير خاص بيه. Doch auf der anderen Seite stehen Finanzkrisen, in deren Folge Banken zerschlagen werden und Aktienkurse abstürzen. Wohl an der Gänge der Oper, bürgert für Asma Malia, Finanzkrisen, in deren Folge die Tabata auch in der Tegha auch die Tabata بتاعتها Banken zerschlagen, يعني zerschlagen مقصود بيها تفكك، تفككت فيها البنوك und abstürzen معناها يهبط أو ينزل. وأكتن كورس اللي هي أسعار الأسهم، اللي الأسهم فيها يعني نزلت أو هبطت. Diesen Mann sein Vermögen anlegen, sodass es nicht nur sicher ist, sondern auch noch für einen arbeitet und man Gewinne erzielt. طب الواحد فين Vermögen اللي هي الثروة بتاعته أو الفلوس بتاعته؟ anlegen استثمار. طب الواحد يستثمر فلوسه إزاي؟ sodass بحيث إن الواحد ما يكونش فقط آمن جدا او ولكن ايضا تؤن اربيتد يعني تشتغل يشغلها لحد يعني الشخص وضمان جيبنا ارسلت الواحد يقدر ان هو يكسب او يحقق ارباح. برينجت مان زين جيلد سور بانك بيكومت مان ام اند كاومي als man eingezahlt hat denn das klassische Sparbuch bietet nur sehr wenig Zinsen. Deutsche Staatsanleihen sollen zwar sicher sein, aber der Gewinne ist nicht attraktiv. Rechnet man auch noch mit der Inflation, kann man am Ende sogar verlieren. Wohl, لو الواحد خد فلوس ووداها البنك كده، الواحد هياخد فلوس قليلة، هيحصل على فلوس قليلة يعني. As man ein bezahlt hat, عن الواحد بيحطها إيديه، ein bezahlt إن يدع فلوس في البنك أو يحط فلوس في البنك يعني. دين لأن شباربوخ مقصود بيها اللي هو دفتر التوفير، كلاسيش القديم، دفتر التوفير القديم بيقدم نور فقط، فينيش تسنسون بيقدم فوائد قليلة، تسمسم فوائد. Deutsche Staatsanleihen sollen zwar sicher sein، بيقول لك السندات الألمانية، السندات طبعا بتاعة دولة ألمانيا أو بلد ألمانيا بتكون آمنة، ولكن دي بنقص نيشت أتراكتيف، ولكن اللي هي الأرباح ماشي يعني بتجذب الواحد أوي. ريشنت مان أوف نوك من دي إنفلاكسيون، طب الواحد لو وضع في اعتباره بقى مثلا اللي هو التضخم، كان مان عم عنده زجار في اللين، الواحد طبعا في النهاية هيخسر. طيب يعني ايه اللي هو الانفلاتسيون سور شتاتس انلاين ده؟ شتاتس انلاين معناه ايه والانفلاتسيون؟ الانفلاتسيون التضخم معناه ايه؟ اللي هي ان المال بيفقد القيمه بتاعته والاسعار بترتفع. شتاتس انلاين مقصود بيها السندات البلد نفسها، ان حضرتك بتسلف مثلا بتحط فلوسك في البنك وبيجي لك عليها ارباح وكده، ده مقصود بيها. أكتن دقيقا زند شونسن رايش دوخ ليسي كان. بقول لك الأسهم على عكس من كده ممكن تبقى في فرصة للربح، وبرضه في اللي هي مخاطرة في نفس الوقت. ده في الجانجل ان يارن فولجة اين مشتاكن انشتيج اوفت اين كراش und das Geld von dem man im Alter leben muss darf nicht verloren gehen. طيب في السنوات الأخيرة قال هنا إن كان في ارتفاع حاد، وبعد كده تابعه اين مشتاق الاشتي كان ارتفاع حاد، وتابعه بعد كده اين كراش اللي هو انخفاض، تمام؟ او انهيار لشيء كان دايما للواحد. والفلوس ان الواحد لازم يعيش فيها هو كبير في السن، الواحد مش لازم يكسرها كده. اندر زايتس من الناحيه الاخرى
sehen wir da die Länder mit starkem Wirtschaftswachstum, mit Aktien von Unternehmen dieser sogenannten schwierigen Länder konnte man in der Vergangenheit hohe Gewinne erzielen. Wohl على الجانب الآخر في دول اللي هي ذات نمو اقتصادي عالي، طبعا تراكم عالي Wirtschaftswachstum اللي هو نمو اقتصادي، والأسهم بتاعة الشركات اللي احنا بنسميها الدول النامية أو الدول اللي هي ناشئة ديت، يعني قدرت جبنة إيرتسيرن تحقق أرباح، ده في الجنجنهايت في الماضي أرباح كبيرة كتيرة طبعا. بس بلايت ist die Überlegung sich eine Immobilie zu kaufen. بقول لك طب اللي بقى ايه فكرة ان Überlegung هنا مقصود بيها فكرة ان الواحد مثلا يشتري عقارات، Immobilie عقارات. Sachwerte مقصود بيها اللي هو القيمة المادية طبعا بتاعة الحاجة ديت، decreasing Zeiten gut über Stunden. الواحد يقدر يتجاوز بيها أوقات الأزمات. بس هذه الشيشة بتصعب، والتاريخ أوضح لنا الموضوع ده أو بينه لنا يعني. Durch die Preise in den großen Städten sind auf sehr hohem Niveau. Wohl lakin طبعا أسعار المدن الكبيرة تكون مستوى عالي جدا. يشتري كان ein Kauf finanzieren، الواحد طبعا ما يقدرش إن هو يشتري فيها حاجة أو يستثمر فيها حاجة. Dann durch lieber in Gold investieren، لو الواحد مثلا هيستثمر في الذهب مثلا. تفضيل الميتال war schon immer eine sichere Geldanlage، بقول لك المعدن الثمين ده كان دايما استثمار كويس وآمن، ولكن aber man kann sich nicht darauf verlassen، الواحد ما يقدرش يعتمد على الأمر ده. das der Preise kontinuierlich steigt، لأن الأسعار كونتويرلي باستمرار بتتزايد، steigt معناها بتتزايد، البرايز اللي هي الأسعار. احنا قرأنا النص كده، في كلمات مهمة في النص كده عاوزين نشوف تعريفها بالألماني عشان نبقى عارفين يعني معناها إيه كده، لو مثلا عاوزين نشرح الكلمة بالألماني. أول حاجة قال دي شتات ريفيرنت اللي هو المعاش بتاع الناس، معناه اللي هو ريجل ميسيجي تسالون من شتات أم أنجشتلت أند أربايتر دي فيجن إيرس ألترس نيش دي مير أربايتر، بيكون الفلوس بتدفع بطريقة مستمرة أو بانتظام من البلد نفسها اللي الشخص عايش فيها، بيتم دفعها للموظفين والعمال اللي هم طبعا ما عادوش بيشتغلوا لما بيكبروا في السن. دي بريفات فيزوجا اللي هو توفير خاص. توفير خاص معناه ايه؟ على الظلم ليش تصير كيلد شبارن، كل الناس لازم كل يعني كل لازم يستثمروا فلوس في الوقت المناسب، يوفروا فلوس في الوقت المناسب ونديم زي ام التا ليه من كلن عشان يقدروا يعيشوا بيه لما يكبروا في السن. خاص دي اشتغل في رنت نشت رايش في حالة لو ان المعاش ما كفهمش يعني. طيب بانكن فيردن تشلاجن اللي هي تفكك البنود، ده معناه ايه المصطلح في النص؟ معناها اين بنك هاس كتير جدا فلورن، ان البنك يكسب فلوس كتير فالزيش ليه سموس ولازم يتقفل. طيب رياكتن كورس، اكتن كورس مقصود بايه؟ انفستورن كوفن انتايلا ان ايرن اونتانيمن، اللي هم المستثمرين بيشتروا حصص من شركه معينه بنقدم اونتانيمن جود جيت، لو الشركه طبعا الدنيا كانت ماشيه فيها تمام زندي انتايلا في البيت، فتكون اللي هي الاستثمارات نفسها او الحصص نفسها بيكون لها قيمه عاليه. تنقسم شليش جيت، لو الدنيا مش تمام في الشركة طبعا وكانت في هبوط هيبقى طبعا في هبوط في قيمة الحصص اللي هم الناس اشترتها. زنزي فينس بير بس شباربو مقصود بإيه؟ الشباربو ein Bankkonto اللي هو حساب بنكي، auf das ich nur Geld einzahle اللي أنا بدفع فيه فلوس، ich gebe der Geld der Bank das Geld، انا برجع الفلوس للبنك und dafür bezahlt mir die Bank Zinsen، والبنك بيدفع لي اللي هو ايه اللي هي الفوائد نفسها. طيب der Zins اللي هو الفوائد نفسها، الفوائد معناه ايه بالالماني؟ معناها ich bringe mein Geld zur Bank، انا بدفع انا بودي الفلوس بتاعتي للبنك، dafür bezahlt mir einen Prozent Anteil dieser Geldsumme، والبنك بيدفع لي حصة أو نسبة معينة للمبلغ ده، جيت زومي للمبلغ ده. الشتاتس أنلايه اللي هي السندات الحكومية مقصود بيها شتاتس أين مشتات ماين جيلد أنت دكتور بكون بشت سنسن، أنا بسلف فلوسي لبلد معينة مثلا والفلوس دي باخد عليها فوائد. الإنفلاسيون اللي هو التضخم، يعني ايه التضخم؟ التضخم معناها das Geld verliert an Wert، الفلوس بتفقد قيمتها، die Preise steigen والأسعار بتتزايد. das Wirtschaftswachstum اللي هو النمو الاقتصادي، يعني ايه النمو الاقتصادي؟ النمو الاقتصادي معناه
دي ايكونومي ان ستاندرز بيد اما بيسا اند شتاتا، اللي هو الاقتصاد بتاع بلد معينه يتحسن وافضل واقوى كمان. بس انترنيمن، انترنيمن المقصود بيها ايه؟ الانترنيمن المقصود بيها اي اورجانيزاسيون بتكون منظمه دي ادراس بروجكتير بتنتج شيء في القوس بتبيعه لا اندر الايري دينستي امبيتد او بتقدم خدمات بتاعتها لناس اخرين. زاخ بيعت، زاخ بيعت مقصود بيها القيمه الماديه. القيمه الماديه مقصود بيها اي اوبجكت دي بتكون شيء بس اي بيشتمت البيت حط اللي بيكون ليه قيمه ثم اشبيل على سبيل المثال اي هاوس او اي اوتو زي بيت او عربيه. ده ايه ديميتال، ده ايه ديميتال اللي هو المعدن الثمين زي قول مثلا الميتال في اللي هي المعادن زي جولد ذهب سيلفر اللي هو الفضه كوبر اللي هو النحاس. بس كده يا شباب نكون انهينا حلقتنا النهارده. يا رب تكونوا استفدتم من النص الاقتصادي ده، ولو افدتكم يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده. سلام عليكم.